المؤتمر عنده جوج نتاع الأهداف بالنسبة للوكالة. الهدف الأول وهو يكون أن المرأة هي المحور الرئيسي نتاع هذا المؤتمر هذا، لأن هذا الندوة كلها دايرينها على ود المرأة، وباش نبينوا المستوى نتاع المرأة في العالم العربي وفي العالم الإفريقي وفي المغرب بصفة خاصة. هذا الهدف الاول. والهدف الثاني وهو هدف اقتصادي بالنسبه للوكاله. احنا في العمل ديالنا كنعملوا على تنميه الاستثمارات والصادرات، وهذه فرصه عندنا مهمه ملي كيكون عندك تقريبا 200 واكثر نتاع الفعاليين من مستوى عالي اللي عندهم واحد المناصب عليا، اللي يمكن يكون عندهم اتخاذ القرار اقتصادي، كيكون عنده واحد الهدف على كيتوجه للناحيه الاقتصاديه، خلق فرص الشغل، تعطي الفرص للمراه المغربيه والافريقيه والعربيه، وهاد الصفات عندنا كلها في المغرب، تعطيها فرصه باش تزيد للقدام وباش توصل لواحد المستوى عالي. كيفما ذكرت في الكلمة، طبعا تواجد الجامعة العربية في مثل هذا المؤتمر، طبعا نحن نرعى هذا المؤتمر اللي هو المؤتمر الدور الثاني للمؤتمر العربي الإفريقي لسيدة الأعمال. وكيفما ذكرت نحن حريصون للتواجد طبعا، لأن الجامعة العربية تدعم المرأة في كافة المحافل سواء الإقليمية أو الدولية. كيفما ذكرت في الكلمة، نحن نعمل من خلال إعلان القاهرة الذي تم اعتماده، وهو يعد تنفيذا لأجندة التنمية المستدامة 2030، والذي يعمل على 4 محاور هامة، ألا وهي التمكين السياسي للمرأة، التمكين الاقتصادي للمرأة، التمكين الاجتماعي للمرأة، والمحور الرابع الذي يساهم في هذه المحاور الثلاث، ألا وهو القضاء على العنف ضد المرأة. تواجدنا في هذا المؤتمر طبعا للتعريف بمجهودات الجامعة العربية في مجال دعم المرأة على كافة الأصعدة، وثانيا لتفعيل شبكة خديجة التي ذكرتها، والتي تعد منبر هام للتمكين الاقتصادي للمرأة. فنحن طبعا نعول على تواجد الهائل لطبعا لسيدة الأعمال العرب لمنظمات دولية وإقليمية، فبالتالي نبحث عن شراكات معهم لتفعيل هذه الشبكة. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.